وختاما أقول كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير إنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. تصور أنك تصوم 3 رمضانات 4 رمضانات في سنة واحدة، تفطر أسرة من 5 أفراد وتصوم أنت شهر رمضان، كأنك صمت 6 رمضانات، لا ينقص من أجورهم شيء وتشاركهم في الأجر. فلنحذر من أن نضيع هذه الفرصة، فرصة رمضان